بسم الله الرحمن الرحيم. أتكلم في المحاضرة الرابعة مادة سياسة التجارة الخارجية عن صندوق النقد الدولي. إنشاء صندوق النقد الدولي تم عشان يحقق بنيان متعدد الأطراف للمدفوعات الدولية بتحتاج في ظله وسائل الرقابة على الصرف، ويتم فيه استقرار العلاقات الاقتصادية الدولية وتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية. وعشان كده تم إنشاء جهاز لتصحيح الاختلالات في المدفوعات الدولية. بعد كده هنتكلم عن أهداف صندوق النقد الدولي. أول حاجة في الأهداف دي تشجيع التعاون النقدي ما بين الدول، وده بيتم عن طريق التعاون والتشاور ما بين الدول لشأن حل المشكلات النقدية الدولية. تاني حاجة تيسير التوسع والنمو في التجارة الدولية. صندوق النقد الدولي دوت بيعمل على تسهيل زيادة التجارة الدولية وتوسعها. تالت حاجة من أهداف الصندوق النقد الدولي العمل على تحقيق استقرار أسعار الصرف. صندوق النقد الدولي بيسعى دايما إن ما يحصلش اضطرابات في أسعار صرف العملات في الدول، بحيث ما يحصلش نعم هو بيكون حريص بيكون فيه تعويم و للعملة، بس ما يكونش فيه تغيرات كتيرة في أسعار صرف العملات. رابع حاجة المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعددة الأطراف. خامس حاجة توفير الثقة ما بين البلاد الأعضاء، وده بيكون عن طريق إن الصندوق النقد الدولي بيتيح بيعطي قروض للدول عشان تحقق أهدافها الاقتصادية، بس بيكون ده بصفة مؤقتة ويكون تحت رقابة صندوق النقد الدولي. بعد كده هنتكلم عن قواعد عمل نظام النقد الدولي. أول قاعدة هي المحافظة على أسعار الصرف الثابتة والممكن تعديلها. ثاني قاعدة التثبيت بيتم عن طريق تدخل البنوك المركزية في سوق العملات الأجنبية سواء كان بيع أو مشتري، بس بيتم دوت عن طريق تطبيق قيود على المدفوعات الجارية. ثالث قاعدة إن الدولة الراغبة في تغيير سعر عملتها إنها تعمل دوت عشان معالجة عدم توازن أساسي في ميزان مدفوعاتها، إن تكون عندها الواردات أكتر من الصادرات. إيه هي مسؤولية الصندوق؟ أول حاجة الصندوق بيهدف إلى ضمان استقرار النظام النقد الدولي، أي نظام أسعار الصرف والمدفوعات الدولية، وده اللي بيمكن البلاد إنها يتم تخش في اتفاقيات تجارية ومعاملات ما بين بعضها. وده بيكون أهم أهداف صندوق النقد الدولي. تاني حاجة من مسؤوليات صندوق النقد الدولي إنه صندوق النقد الدولي بيقدم تقييم للتطورات العالمية المحتملة، يعني البلد العالم داخل على في حالة فساد أو في حالة تضخم أو في أزمات اقتصادية ممكن تحصل، وده بيكون من حاجة اسمها تقرير أطراف الاقتصاد العالمي. تالت حاجة المساعدة المالية، صندوق النقد الدولي بيقدم مساعدات مالية للبلدان الأعضاء في الصندوق عشان تستطيع إنها تصحح الاختلال في ميزان المدفوعات عندها لو الواردات عندها أكثر من الصادرات. بعد كده هنتكلم عن الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي عندنا بيتكون من حاجتين، مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي. مجلس المحافظين دوت بيأتي على رأس الهيكل التنظيمي للصندوق، وبيتكون من محافظ ومحافظ منوي أو محافظ ونائب محافظ يعني، ودول دايما بيكونوا محافظين البنك المركزي في بلادهم أو وزراء المالية في بلادهم. ومجلس المحافظين ده بيجتمع مرة واحدة كل سنة، وبيضم لجنة دولية للشؤون النقدية والمالية، واللي بتضم في عضويتها 24 عضو من أعضاء مجلس المحافظين، ودي بتجتمع مرتين في السنة. بعد كده في المجلس التنفيذي، وده بيتكون من 24 عضو بيمثلوا كل أعضاء الصندوق،
ودولت هم اللي بيجروا أو بيشرفوا على أعمال الصندوق اليومية، ودولت بيعملوا بإرشادات من اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية اللي لسه متكلمين عليها. وفي تعديل طبعا دلوقتي مقترح إن يتم اختيار كل أعضاء المجلس التنفيذي بالانتخاب، ومدير عام المجلس التنفيذي هو يعتبر رئيس موظف الصندوق، وبيعاون في مهمته 4 نواب.